طيب بالنسبه لدلوقتي مهم جدا ان احنا كمان نبقى عارفين النادي الاهلي ومجلس الاداره ايه الاجراءات اللي بيتخذوها، ايه الاجتماعات اللي بتتم عشان كمان الجماهير تطمن. كان في اجتماع امبارح مهم جدا كابتن طبعا محمود الخطيب، وكان مطول خلينا نقولها يعني قعد ساعات طويله جدا، كان مع كابتن سيد عبد الحفيظ وناقشوا فيه جوانب خاصه بالفريق الاول خلال الفتره اللي فاتت. كان في تقييمات، طب المنافسات شهدت ايه على الصعيد اللي بنتكلم المحلي والقاري، واللقاء كان كمان في حضور كابتن حسام غالي وكابتن محسن صالح، كان في يعني قامات كبيره جدا، كابتن زكريا ناصف كمان تطرق كمان كابتن محمود خليني اقول لحضراتكم لتقييم زي ما بقول العديد من الملفات منها او بهدف مساعده الفريق وجهازه الفني والاداري والطبي وتقديم ما هو افضل لان الجماهير في الفتره اللي جايه والنادي الاهلي كتاريخ يعني لازم يكون عنده ويستحق ان هو يقدم ليه الافضل في الفتره القادمه. اي اخفاقات، اي مشاكل، اي حاجه كان فيها دروب الفتره اللي فاتت لازم يكون فيها تقييم ويكون فيها عمل ويكون فيها تغيير وتطوير في الفتره اللي جايه، وده اعتقد ان الاجتماع شمله بتفاصيله. عايزين نحقق احسن نتائج، عايزين نسعد الجماهير، دي كانت بين كابتن محمود والاجتماع امبارح. كان في كمان تضمن الاجتماع امور مهمه، اعتقد قعد ثلاث ساعات وشويه كريم حاجه زي كده، بقول لحضراتكم الكواليس كمان رؤيه كمان مدير الكره كابتن سيد في ضوء ما تتضمنه من تحديات او يتضمنه الفريق من تحديات في الفتره اللي جايه، كيفيه توفير الاجواء المناسبه كمان لكل المنظومه، بنتكلم على منظومه العمل بما يضمن هنا الوصول للاهداف في الفتره القادمه اللي تليق تاني هقول بتاريخ النادي الاهلي وبجماهير النادي الاهلي. اجتماع اعتقد بين الاجتماعات المهمه جدا اللي هيكون ليه رد او هيكون ليه نتيجه على الارض اعتقد هنشوفها في الفترات وفي الماتشات اللي جايه. فبالتوفيق، وكان لازم نطلع حضراتكم اكيد على كواليس كل ما يتم كمان من مجلس الاداره واجتماعات. مهم ده يا كريم جدا ان انت طبعا تعمل وقفه وتعمل تقييم وتعيد نظر في الفتره اللي انت واقف فيها، وكمان تشوف انت او تحلل الفتره اللي جايه ليه، عشان تليق كمان بالمستوى اللي انت كنت يعني زي ما بتقال الجماهير تعرفوا عنك. فده كان اعتقد مهم جدا. هي هكذا تكون الاداره، فكره ان يبقى في دايما دايما في وقفات لما يكون في امور تستدعي هذه الوقفات عشان التصحيح او يعني تصحيح الامور، تصويب الامور ايا كان. المهم